أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
صدق الله العظيم. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين وعملوا الصالحات
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم. الله يبارك فيك. حاضر حاضر حاضر. الله يحفظك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا من أحسن عملا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور صدق الله العظيم. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين
متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها صدق الله العظيم. واضرب لهم مثلا رجلين
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صدق الله العظيم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله لكن
لا إله إلا الله. ولو ما يتقلت جنتك قلت لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا صدق الله العظيم. آيات بينات تلاها على مسامح حضراتكم، ذلكم العلم القرآني الذي أمتعنا اليوم عقب أسير موجات الإذاعة والتلفزيون عقب صلاة الجمعة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. أما قصر الضيافة المتنقل فقد لقب من محلات ومتاجر الحاج ميمي زيتون والبشمهندس ياسر بصلة. أيها السادة المعازين الكرام، سعيكم مشكور وذنبكم مغفور.